السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. مرحبا بكم في أهم أخبار ألمانيا ليوم الاثنين الثالث من شهر فبراير 2020. عندنا أربع مواضيع تهم الحياة في ألمانيا وما جاورها. فلنبدأ على بركة الله. الخبر الأول، سوف نتكلم على فيروس كورونا وأعطيكم كالعادة دائما الحقائق بالمصادر الموثوقة. الخبر الثاني هو خبر جميل يخص عريس من دولة سوريا الشقيقة وساعدته الشرطة يوم زفافه. سوف أحكي لكم أيضا القصة الجميلة والرائعة. والخبر الثالث حول الحكومة الألمانية واجتماعها مع رؤساء السوبر ماركت والفلاحين. أصدقائي ربما يرغبون بزيادة أسعار المواد الغذائية. والخبر الرابع حول المستشفى مدينة أولم والحادثة الخاصة بمحاولة تسميم 5 من الرضع. فلنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بخصوص فيروس كورونا. لا توجد، والخبر الجيد لهذا اليوم أنه لم تسجل هذا اليوم الاثنين أي حالة جديدة لفيروس كورونا في ألمانيا وحتى في النمسا وسويسرا، خصوصا لمن يعيش هناك. إذن ألمانيا يبقى فيها فقط 10 حالات، 8 حالات توجد بمقاطعة بايرن وحالتين حاليا توجد بمستشفى مدينة فرانكفورت. لا توجد في أي مدينة أخرى ولا حالة، ولا تصدق ما ينشر في الفيسبوك من إشاعات ومن أكاذيب من أجل تخويف الناس. أيضا حذرت الحكومة الألمانية من نشر الإشاعات والأكاذيب في هذا الخصوص، وحذرت أيضا منظمة الصحة العالمية من نشر الإشاعات وتخويف الناس. أصدقائي، لذلك حذاري حذاري من تصديق أي شيء. ألمانيا فيها فقط 10 حالات أصدقائي، وكلها تحت المراقبة، وحتى حالتهم الصحية ولله الحمد مستقرة وجيدة، لكن ممنوع عليهم مغادرة المستشفى كي لا يقوموا بإعطاء العدوى لأحد. رغم ذلك ما زال هناك ترقب وتخوف في ألمانيا من 10 أيام المقبلة أو 14 يوم مقبل، لأنهم متخوفون أن هذه الحالات خصوصا في مقاطعة بايرن أو تلك المرأة الصينية التي قامت بإعطاء العدوى للموظفين هناك، بأن يكون بعض الأشخاص الآن مسكوا أيضا الفيروس ولا يعلمون. والفيروس عنده فترة حضانة بين 10 أيام إلى 14 يوم، يعني ممكن أن الشخص يكون عادي ولكن يحمل معه الفيروس. لذلك الأيام المقبلة أيام صراحة كلها ترقب، لكن لا داعي من الخوف ولا داعي من القلق. عيشوا حياتكم لكن لا تلمسوا شيئا، اغسلوا دائما أيديكم واعملوا المعقمات. شركة لوفتانزا الألمانية للطيران، وشركة سويسرا للطيران، وشركة النمسا للطيران أعلنوا تمديد منع السفر ورحلاتها إلى الصين إلى نهاية شهر فبراير، يعني مددوا إلى غاية 28 أو 29 فبراير من هذه السنة، يعني مددوا منع الطيران كي لا يحضروا معهم العدوى. أصدقائي، لا يوجد دواء ولم يتم العثور على دواء، لأن العلماء يقولون أنه إيجاد دواء أو إيجاد لقاح يحتاج إلى 8 أشهر أو يحتاج إلى 9 أشهر كي يجدوا لهذا الفيروس لقاح. هناك فقط بعد مرات نسمع مثلا تايلاند قالت بأنه عملوا خلطة بين دواء للإيدز السيدة، خلطوه مع دواء الإنفلونزا، وقد قام هذا الأمر بشفاء امرأة. لكن لو كان هذا الدواء أو لو وجد دواء لكانت هل الآن تايلاند كل الأخبار العالمية عاملين خبر عاجل ويتكلمون على هذا الأمر، وما كان والصين كانت فرحة وكل كان فرح. يعني هي فقط بعض الأمور التي تأتي من هنا وهناك. نتمنى إن شاء الله أن يجدوا دواء. أيضا علماء إيطاليين قالوا بأنهم قاموا بمحاصرة الفيروس لكن لا يوجد حاليا دواء. أوكي، محاصرة الفيروس شيء جيد، لكن ما زال كل شيء تحت الاختبار.
ويحتاج الأمر إلى شي 5 أشهر 6 أشهر أصدقائي. أيضا هناك بعض العلماء الأمريكان مع علماء غربيين صينيين قالوا بأنهم وجدوا بعض الأمور اللي ممكن تنفع مثل لقاح إيبولا. إيبولا ممكن أن ينفع في هذه الحالة. يعني حاليا لا يوجد دواء، وحاليا العالم يترقب ونتمنى السلامة للجميع. الصين أيضا أصدقائي أصدرت أمور أخرى. قالت الصين بأنهم يطلبون من المواطنين الصينيين أن يقوموا إذا عرفوا أن جارهم عنده مثلا فيروس أو يكحب أو فيه علامات المرض، يبلغ على جاره ويحصل على هدية 300 يورو. أو إذا واحد في الصين شاف بأنه جاره كان في مدينة ووهان أو يعرف أحد في مدينة ووهان التي جاء منها المرض، إذا بلغ على جاره وأخبر الدولة بأنه جاره كان في ووهان في تلك الفترة وزار أمه أو أبوه أو كان عنده عمل، يحصل أيضا على هدية 300 يورو. أيضا في الصين قالوا بأنه أي واحد تبت عنده المرض يرغبون أن يعملوا له سوارة إلكترونية في يديه، ويمنعون عليه مغادرة بيته ومغادرة المدينة، وإذا غادر بيته أو غادر المدينة سوف يدخل إلى السجن مدة 6 أشهر. إذن حاليا الوقاية خير من العلاج، فقط اغسلوا أيديكم، ابتعدوا عن الازدحام، وإن شاء الله يا رب يكون خير. انتهى موضوع الآن فيروس كورونا. خلونا الآن نمر إلى الموضوع الثاني، وتحية إلى إخوتنا ومتابعينا من دولة سوريا الشقيقة. في ألمانيا كان هناك زواج وعرس لشاب سوري عنده 36 سنة ويعيش في مدينة كالسغو، وركب في القطار السريع الإيتسي، وكان مسافر من كالسغو إلى هام، وكان واخد معه بدلة العرس. فنزل في محطة هام، وعندما نزل من القطار مر القطار فتذكر وقال: أوه، نسيت بدلة الزواج في القطار. والقطار ذهب أكمل طريقه إلى مدينة هانوفر. الشاب يا حرام، يعني حصل له ارتباك شديد، ماذا سوف أفعل الآن؟ ذهبت بدلة الزواج، اليوم عرسي، هذا حصل يوم أمس أصدقائي يوم الأحد. فذهب عند الشرطة، الشرطة هناك في محطة القطارات فيها، وأخبر الشرطة بالموقف. تعاطفت معه الشرطة خصوصا عندما قال لهم: لا أستطيع اليوم زواجي، ولا أستطيع أن أذهب الآن عند عروستي وأنا بدون بدلة زواج. فالشرطة الألمانية في مدينة هام تشكر على موقفها الجيد، اتصلت بالقطار، بحثت على رقم قائد القطار، اتصلت به، خبرته. ذهب قائد القطار إلى المكان المعين، وجد البدلة، مسكوا البدلة، وصل القطار إلى هانوفر وأعطوا البدلة إلى القطار الآخر الذي يمر من هانوفر إلى هام، ووصلت البدلة وأعطت الشرطة البدلة. ذهب الشاب السوري إلى خطيبته عروسته وتزوج بالبدلة، وقالوا أنه بعد الزواج أخبرها بالحقيقة. شيء جميل جدا، ونتمنى إذا كان يشاهدنا الأخ الكريم زواج مبارك سعيد، وتحية لشرطة مدينة هام، الشرطة في خدمة الشعب وفي خدمة العرسان الذين ينسون بدلتهم في القطار. سنمر الآن إلى الخبر الثالث. الحكومة الألمانية اجتمعت هذا اليوم برئاسة السيدة ميركل، وقامت السيدة ميركل بدعوة كبار ورؤساء المحلات السريعة السوبر ماركت في ألمانيا. قامت بدعوة رئيس ريفي، رئيس إيديكا، رئيس ألدي، ورئيس ليدل، وأجمعتهم مع وزارة الفلاحة، وأجمعتهم مع الفلاحين ومع رعاة الغنم، وجلسوا مع بعض وبدأوا يتحاورون في الأسعار، لأنهم يقولون بأنه ريفي، إيديكا، ألدي، وليدل يتحكمون في الأسعار في ألمانيا، والفلاحين لا يكسبون شيئا. لذلك بدأت هناك كلام. ميركل قالت بأنها لا ترغب بأن تعمل حد أدنى للمواد الغذائية، لكن يرغبون الآن بدراسة الموقف، وممكن قريبا أن تقوم ريفي، إيديكا، ألدي، وليدل شيئا ما برفع الأسعار. الخبز،
اللحم، الخضر إلى آخره يمكن أن ترتفع شيئا ما، لأن الفلاحين يطالبون برفع الأسعار كي يقدروا يعيشون، يقول بأنهم يعملون وينتجون ولا يبقى لهم شيء، لأن السوبر ماركيات الكبرى في ألمانيا تقوم دائما بتخفيض الأسعار ومنافسة بينها، لذلك الفلاحين يعانون من قلة الربح. نتمنى إن شاء الله أن يجدوا حلا وسطيا بأن الفلاحين أيضا يظل لهم شيء من أجل العيش، لكن أيضا المواطنين في ألمانيا لا يجب أن يغلوا عليهم المواد الأساسية، لأن الرواتب أصلا ضعيفة لعدد من الناس الذين يشتغلون ويكسبون فقط حد أدنى للأجور أو يحصلون على مساعدة من عند الدولة. نتمنى إيجاد حل للجميع. الخبر الأخير هو الخاص بمستشفى أولم. كنت قد خبرتكم بحادثة محاولة تسميم 5 من أطفال الرضع الصغار الذين ولدوا مبكرا قبل الشهر 9. حاول شخص ما تسميمهم وجاءت الشرطة، ولكن ولله الحمد تم إنقاذ الأطفال الرضع الصغار. الشرطة بدأت البحث فوجدوا المواد التسميم وحقنة في خزانة أحد الممرضات. تلك الممرضة قالت أنا بريئة، مسكوها ووضعوها تحت سجن التحقيق. اليوم تم الإفراج عنها وقالت الشرطة الألمانية بأن هذه الممرضة بريئة. الآن تستمر التحقيقات من قام بمحاولة تسميم الأطفال الرضع في مستشفى مدينة أولم، ومن حاول وضع تلك المواد في خزينة هذه الممرضة انتقاما منها أو من أجل تشتيت التحقيق إلى آخره. الآن الممرضة تم الإفراج عنها، نتمنى أن تصل الشرطة بسرعة للفاعلين. هذه هي آخر الأخبار وأهم الأخبار لهذا اليوم في ألمانيا. شكرا على المتابعة، السلام عليكم، إلى اللقاء.